شكرا للزميل أحمد حسني. ونتابع من العربية اف ام. مستمعينا سنتوقف بعد لحظات مع الأخبار الرياضية، وبعدها نتابع هذا اللقاء ونتعرف من الزميل أنطوان عون على البرامج في قناة العربية. أشير بأن زميل أنطوان هو المنتج الأول في قسم البرامج في قناة العربية، حاوره الزميل حسن جولد. سنتوقف إذن مع الأخبار الرياضية وبعدها مع هذا اللقاء مع زميل أنطوان عون. الرياضة الآن. قلب مانشستر يونايتد الإنجليزي تأخره بهدف لفوز بهدفين على مضيفه يوفنتوس الإيطالي ضمن المجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وعزز بايرن ميونخ الألماني صدارته للمجموعة الخامسة بعد فوزه على ضيف أيك أثينا اليوناني بهدف. وحقق ميل اللقب ريال مدريد الإسباني فوزا بفيكتوريا بيلزن التشيكي بخمسة أهداف في المجموعة السابعة. ضمن مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم يلتقي اليوم الخميس أرسنال الإنجليزي مع ضيفه سبورتينغ لشبونة البرتغالي. وتشهد المجموعة السادسة مباراة ريال بيتيس الإسباني مع ضيفه إي سي ميلان الإيطالي. ويحل مارسيليا الفرنسي ضيفا على لازيو روما الإيطالي على ملعب الأولمبيكو في المجموعة الثامنة. فاز مولودية الجزائر على مضيفه النصر السعودي بهدف دون رد في ذهاب دور 16 لكأس زايد الأندية الأبطال. تبدأ الجولة التاسعة من مسابقة دور كأس محمد بن سلمان للمحترفين بإقامة ثلاث مباريات، حيث يستقبل الفيصلي فريق الشباب على ملعب مدينة المجمع الرياضية. ويلتقي نادي أحد مع مضيفه الحزم على ملعب الأمير محمد بن عبد العزيز المدينة. وفي مباراة ثالثة يحل الفتح ضيفا على الباطن في مدينة حفر الباطن. التقرير الرياضي. تابع كرة القدم السعودية، شارك، نجا المباريات واتر ميم جديد كليا وبخدمات جديدة. شارك، تصفح وشاهد آخر المستجدات الرياضية وبشكل مباشر. تطبيق العربية رياضة، حمله الآن. يمكنك الآن مشاهدة نشرة أخبار موجزة من دقيقة واحدة فقط عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر العربية. صالة التحرير. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام، وأهلا بكم إلى هذه الفقرة الأسبوعية التي نتعرف فيها على جديد برامج العربية. وكان سر أن ينضم إلينا هنا في الاستوديو أنطوان عون المنتج الأول بقسم البرامج في قناة العربية. مرحبا بك أنطوان. أهلا. طبعا نتحدث اليوم عن البرامج التي سيتم عرضها خلال اليومين المقبلين ومع إعاداتها خلال الأسبوع المقبل. نبدأ مع برنامج روافد. نعم، روافد يبث الجمعة الساعة 3:30 بعد الظهر بالتوقيت العالمي، 6:30 مساء بتوقيت السعودية. في هذه الحلقة سيتكلم في جزء أول رشيد القريشي، هو فنان تشكيلي جزائري، عن ذكرياته، عن الأحداث مع المتشددين التي شهدتها الجزائر في أوائل التسعينيات من القرن الفائت. نعم، إذن هذا برنامج روافد وله إعادات ثلاث، يوم الجمعة 2:30 صباحا، والسبت 11:30، ثم يوم الاثنين 5:30 صباحا بتوقيت السعودية. انتقل إلى البرنامج التالي أنطوان، صناعة الموت، ماذا سيتناول لهذا الأسبوع؟ صناعة الموت الذي يبث الجمعة الساعة 6:30 مساء بتوقيت العالمي، 9:30 مساء بتوقيت المملكة، يتوقف في شهر نوفمبر طبيعي أمام حدث مهم يتذكره الفرنسيون بقوة، هو ليلة الرعب التي عاشتها فرنسا وسقط فيها مئات الضحايا بين قتيل وجريح، فيما وصف بأنه نقطة تحول عاشتها باريس في المواجهة مع داعش والجماعات المتشددة. اليوم بعد مرور 3 أعوام على الحدث، ما الذي تغير في رؤية فرنسا حيال التشدد؟ نعم، إذن هذا موضوع هجمات فرنسا
في 13 نوفمبر 2015 هو موضوع صناعة الموت لهذا الأسبوع، وله إعادات يوم السبت 3:30 صباحا، 2:15 صباحا، وإعادة أخيرة يوم 2:30 ظهرا بتوقيت السعودية. ذكر سيا الحلقة الثانية بث الجمعة الساعة 7:30 بالتوقيت العالمي، 10:30 مساء بتوقيت المملكة. محمد العرابي وزير الخارجية المصري الأسبق الذي تم تعيينه في 6 يونيو من العام 2011 بعد استقالة مبارك بعدة أشهر، يتحدث لماذا قبل المهمة ولماذا استقال في غضون شهر، وأيضا سيتحدث عن الفترة التي كان فيها سفير في ألمانيا وهي الفترة الأهم في حياته الدبلوماسية، 7 سنوات، خصوصا في العام 2004 عندما رافق الرئيس مبارك في علاجه 3 أسابيع في ميونخ. في هذه الفترة كان قريبا من الرئيس ومن أسرته، وهو عرف بعض الأسرار في هذه المرحلة سيتحدث عنها، وعن حميميات الرئيس وتفكيره، وعن اللقاءات التي عقدها بعدما تعافى في المستشفى أيضا، والشخصيات التي التقاها. إذن أمور كثيرة يكشف عنها محمد العرابي في الجزء الثاني من الذاكرة السياسية، والتي ستعاد يوم 2:30 عصرا، ويوم 4:15 صباحا بتوقيت السعودية. طبعا كل يوم جمعة لدينا برنامج وثائقي. أنطوان، ماذا سيتناول هذا الأسبوع؟ هذه المرة لدينا موضوع مثير، سبايسي كما يقال في الإنجليزية، عن محاولات اغتيال فرانكو. نعرف أن فرانكو حكم بالقوة وكان ديكتاتوريا في إسبانيا، تعرض لـ20 محاولة اغتيال. اليوم توفرت معلومات جديدة حول الجهات التي حاولت اغتيال فرانكو وكيف فشلت هذه المحاولات. نعم، إذن محاولات اغتيال فرانكو في هذا الوثائقي الذي يعاد يوم السبت 3:05 مساء. ربما فاتنا أن نقول أنه يبث يوم الجمعة 8:00 بالتوقيت العالمي، 11:00 بتوقيت السعودية. نعم، ننتقل الآن إلى محطات، وكالعادة 3 محطات في كل حلقة. نعم، محطات لدينا من نابلس إضاءة على مطعم التيتي التي توارثته الأجيال طيلة 120 عاما في نابلس، قرية التفاح مصدر رزق للفلاحين المغاربة، ونحن اللجوء. لحن اللجوء هو قصة عراقي فر إلى بلجيكا وتخرج من أهم مدارسها أستاذا للموسيقى. إذن هذه محطات هذا الأسبوع، والتي ستعاد يوم السبت 2:30 صباحا، ويوم 4:05 بتوقيت السعودية. وننتقل إلى برنامج منارات. أنطوان، ما موضوعها اليوم؟ منارات الذي يبث السبت 5:30 بعد الظهر بالتوقيت العالمي، 8:30 مساء بتوقيت السعودية، يتحدث عن استراتيجية الإخوان لنشر أفكارهم خارج الحدود، كيف بدأت وكيف تحولت. اليوم الإخوان موجودون بكثافة في ألمانيا، يعني يكون هناك إضاءات عن تمدد الإخوان خارج مصر. نعم، إذن وإعادة حلقة منارات ستكون أيام الجمعة 1:30 مساء، السبت 5:30 مساء أيضا، واليوم 1:05. إلى آخر برامج، وهو برنامج مهمة خاصة. مهمة خاصة يبث السبت 6:30 بالتوقيت العالمي، 9:30 مساء بتوقيت السعودية، يتناول موضوع الخان الأحمر. الخان الأحمر حي مدينة صغيرة في فلسطين، تحذر من هذا يعيش في بعض البدو في هذه المنطقة. فريق مهمة خاصة تحرك إلى هناك و يعني أجرى تحقيقا ميدانيا وتحدث مع الأهالي وعن أسباب إسرائيل يعني إزاحة هذا أو هدم هذا المكان. نعم، إذن تفاصيل قصة الخان الأحمر مستمعين الكرام بإمكانك ما التعرف عليها في برنامج مهمة خاصة، والذي سيعاد يوم 4:30 صباحا، ويوم 2:05 مساء، وأخيرا يعاد يوم الجمعة 9:30 صباحا بتوقيت السعودية. ونذكر دائما أنطوان بأنه من فاته العرض الأول للبرامج أو حتى الإعادات، فهي البرامج متوافرة في صفحة البرامج في موقع العربية نت.
في الختام أنطوان شكرا جزيلا لك، ونتمنى لك نهاية أسبوع سعيدة. كل الشكر لكم ولفريق الإذاعة. شكرا. مساء العربية FM. مستمعينا نتابع وياكم من العربية FM، ونتابع مع ملحمة التطور البشري مع الزميلة مي المهندس طبعا، التي تقدم لنا معلومات عن هذا الكتاب الشيق. وبعدها نتوقف مع محطة غنائية قبل أن ننتقل وننضم مجددا إلى قناة العربية ونشرة الأخبار المفصلة. إذن إلى زميلة مي وملحمة التطور البشري.